طيب هروح بقى لحضرتك مباراة الأهلي والزمالك، كيف ترى هذه المباراة من الناحية الفنية؟ لأنها مباراة الحقيقة الكل ينتظرها، كلنا مستنين يوم الجمعة الساعة 7:30 المباراة هتبدأ، كلنا مستنيينها. مباراة الأهلي والزمالك عموما على مدار التاريخ ملهاش دعوة بالمستوى الفريق قبل المباراة ولا في المباراة اللي قبل كده، واخد بطولة مش واخد بطولة، دي بطولة خاصة بين الفريقين ولها حساباتها الخاصة. بس احنا كنادي أهلي احنا اعتقد ان احنا امورنا مستقرة، يعني انا شفت شوية حاجات هنا، التشكيل في استقرار اكتر، المدرب طبعا الزمالك الجديد مش قادر يستقر على تشكيل، مغير تشكيل في التشكيل بتاعه، لعب اخر ثلاث مباريات مغير تقريبا نص التشكيل بتاعه، متغير في كل مباراه، ده دليل ان هو مش قادر يوصل لشكل معين لفرقته. صحيح. فا اي نعم كسب ماتشين وتعادل، كسب ماتشين وتعادل ماتش، بس كل الارقام دي يعني في المباراه يعني ما بتاثرش كتير جدا في المباراه حسب حالة الفريق يوم المباراة. الاستعداد النفسي والاستعداد البدني والاستعداد للمباراة هو ده اللي بيأثر أو بيكون له تأثير أكبر على اللعيبة جوه الملعب. اتفرجت أنا من شوية على المؤتمر الصحفي بتاع مستر كولر، بصراحة عجبني جدا، بيتكلم بمنتهى الهدوء والثقة الحقيقة، واضح جدا إن هو عارف فرقته كويس جدا، عارف الإحساس اللي عندهم قد إيه، هم عاوزين يكسبوا المباراة، حاسس باللعيبة كلها. يعني في ضمن كلامه قال اللعيب ايده مكسورة وعايز ينزل يلعب، ده دليل ان هو حاسس باللعيبة بتاعته وعارف بالظبط هم عاوزين ايه ودارس الفريق اللي قدامه. وبالنسبة لإمام عاشور اتكلم على إمام عاشور بالذات وقال الضغوط اللي هتكون عليه هتكون عاملة ازاي، فيعني واضح ان هو بصراحة طمني على الفريق وعلى حالته النفسية واستعداده للمباراة، وربنا يوفقهم طبعا أكيد. أهم نقاط القوة والضعف اللي موجودة في نادي الزمالك، أهم نقاط القوة طبعا والضعف اللي موجودة، يعني لما تيجي تتفرج على ماتش أهلي وزمالك لازم ترجع للزمالك من مش الثلاث ماتشات الأخيرة مع جوميز بس، ولكن أعتقد لل 10 15 هو حتى كولر في كلامه مع البعض يعني قال كده، قال إن إحنا إن أنا اتفرجت على 10 15 ماتش قديم لنادي الزمالك اكيد عشان جدس الفرقه اللي قدامه، هو لعبهم قبل كده، مش فرقه الزمالك بالنسبه لمارسيل كولر مش جديده عليه، الجديد جوميز، هو فرقه الاهلي تعتبر جديده عليه بصرف النظر انه اتفرج عليهم قبل كده او شاف المباريات بتاعتهم، بس لما يواجههم فيس تو فيس في الملعب بيكون لها انطباع تاني وبيكون لها تاثير اكتر. مش ممكن دي تكون مفاجاه؟ يعني هل بتعتبر ان ده ممكن يكون مفاجاه للنادي الاهلي، ان انت ما تعرفش يعني انا ككولر ما اعرفش طريقه لعب جوميز عامله ازاي، بدليل ان زي ما حضرتك قلت في ثلاث ماتشات غير ثلاث تشكيلات، عمل ثلاث طرق لعب، اربع طرق لعب مختلفه، وبالتالي هل ممكن تكون مفاجاه ليك طريقه لعبه في امام النادي الاهلي يوم الجمعه؟ ما اعتقدش، ان احنا عارفين لعيبه الزمالك كويس. أوكي. وشايفينهم واللعيبه بتاعتنا لعبها معاهم كتير، وواضح كمان الصفقات اللي عملها نادي الزمالك. نادي الزمالك عمل له 10 صفقات، النادي الاهلي عمل 3 صفقات، ده دليل ان هو فريق كامل وعارفين احنا عايزين ايه وعارفين احنا محتاجين ايه، والحمد لله اللي احنا محتاجينه جبناه. طبعا اسامه ابو علي مصاب، دي زعلتني جدا لما شفت مش ما راحش معاهم، أو غالبا راح معاهم بس بيقولوا مصاب تقريبا، هو مصاب مصاب. فدي طبعا دي بالنسبه لي انا دي مؤثره، لان احنا لعب الماتش اللي فات وجاب جونين وكان كويس وكانت مالك كره ماشيه معاه وكان في يعني مستعد للمباراه، بس بقى الامل في طبعا في كهربا وفي مودست بقيه اللاعبين اللي موجودين، بقيه اللاعبين بس لعبتنا الحمد لله جاهزه فايقين، عنده اكتر من لاعب في اي حته، يعني هو طبعا هو ادرى بالتشكيل بتاعه باللعيبه اللي عنده، يعني في كل مركز عندنا 2 جاهزين يلعبوا بنفس المستوى بنفس الاداء. ما فيش يعني عندك لو هنتكلم على التشكيل، في الناحيه الشمال عندك علي معلول واسمه الجديد ده اسمه عمر كمال، عمر كمال اوكي، الاثنين بسم الله ما شاء الله لعيبه كويسين، عمر كمال يلعب شمال يلعب يمين، عندك في الناحيه اليمين نفس الشيء. لا احنا يعني مطمنين لفرقتنا، بالنسبه لي انا مطمنين للفرقه بتاعتنا، بس ربنا ان شاء الله يوفقهم يوم المباراه
ويكونوا يومهم ان شاء الله. ويوم المباراه هو ده المهم.